في تركيا عشان نقدم لكم فعاليات معرض جروتك. شركة ليلي الصينية، احنا منصه قرية اخبارية متخصصة في الزراعة وانتاج الغذاء. نرمين رافع تقدم لكم تغطية حصرية من جروتك انطاليا السنة دي 2022. السوق التركي سوق مهم جدا بالنسبه لنا، وانا اقدر النهارده اعلنك ان احنا عاملين شراكه مع استرانوفا تركيا بتوزيع حصري جوه السوق التركي. شركه ليلي الصينيه 30 عام من العمل باسواق العالم، منتجات محترفه باعلى تكنولوجيا. ليلي بداية من شهر 10 بتبتدي تحتفل بعيد ميلادها 30 على إنشائها، وهيبقى فيه احتفالية كبيرة في شهر يناير اللي جاي، هيجي فيها كل شركائنا في العالم. هتبقى مفاجأة، هتبقى مفاجأة كبيرة. الطحالب الأولى والأكثر شهرة عالميا من شركة ليلي الصينية. البديل الواعد دلوقتي هي المحفزات الحيوية. الكبرى الشركات ابتدت تستثمر في المجال ده، واللي ما عندهاش البحث العلمي في هذا المجال اضطرت ان هي تشتري شركات أخرى شغالة في المجال. فدان هي الفكره الرائده اللي انتجتها شركه ليلي الصينيه. الفيدباك وردود الفعل، سواء بس مش زملاء لينا في القطاع ولكن ناس مزارعين وفلاحين وتجار، كله بيتكلم عن ليلي الكل فدان. بتقدم الوعي والارشاد لكل مزارعينا في محصول الذره. ان شاء الله المحصول اللي جاي هيبقى فيه معلومات اكتر، وهيبقى فيه معلومات مركزه بشكل ادق، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. بتقدم المحفزات الحيوية، وهي ثورة تكنولوجية سوف تثبت وجودها في الفترة القادمة بجميع الأسواق في العالم. Hello everybody, hello friends. I'm Emre from Turkey. I'm responsible for this region, Leyli products here in Turkey, and this year is very important for us. We will welcome our guests from all over the world to celebrate our 30th year anniversary in Antalya, Turkey, and this is very important for us, and we will make it even. Thank you. احنا متخصصين في الطحالب البحرية والمحفزات الحيوية النابعة من المحيط. الميزة الكبرى عندنا ان احنا شغالين على عشب السرجسم، وعندنا براءة اختراع للاستخلاص الانزيمي مفيش شركة تانية بتعملها. اوقات كتير جدا نقلل استخدام الاسمدة بالنسبة للمحاصيل. بنقدر ان احنا عندنا منتجاتنا اللي بتحارب تغيرات المناخ زي الجفاف وزي الحرارة العالية. الحاجة التانية ان هو بيعمل توازن كبير جدا جدا في احجام الثمار وفي احجام الورق لمحاصيل الخضر والفاكهة. باستخدام منتجاتنا على محصول الذرة وصلنا لزيادة 11% في الهجن البيضاء الأكثر انتشارا في السوق المصري.